هذه الوثيقة الأخرى الحقيقة، هل واضحة أمامكم؟ لعلي أكبرها بعض الشيء. المشكلة الأخ سعيد بارك الله فيه يعني مسلطن علي الأضواء والوقت. هذه الرسالة الحقيقة هي ليست رسالة حقيقة، هي وثيقة يعني رسمية يعني من، بس ما الشيء الذي يهمني فيها أنا أكثر هو أنها من حافظ وهبة، وحافظ وهبة نعت هنا في هذه الوثيقة بمستشار عظمة السلطان أو نائبه، وحررت في 22 محرم 1344. يعني هذا معنى هذا أنها قبل دخول أو استيلاء الملك عبد العزيز على جدة في أثناء حصار جدة. هذا من الشخص الذي أرسل الوثيقة، صاحب العظمة مستشار، صاحب السعادة مستشار عظمة السلطان ونائبه. طبعا الكلام هذا في مكة. ثم يرد هو على نفس الرسالة ويقول يعني واصفا نفسه حافظ وهبة نائب عظمة السلطان. طبعا هناك الحقيقة يعني بعد دخول مكة شكلت إدارة أو حكومة مؤقتة لبعض الوقت، وكان خالد بن لؤي وكان حافظ وهبة وآخرين، فهذه من الأشياء التي ممكن تدللنا على بعض المسميات والترتيب الإداري. هل واضحة أمامكم أخوان؟ لا نزل. الحقيقة هناك شيء في ما يخص الوثائق، ودي بس ولو في واحد من الأخوان الشباب يأتي هنا، محمد لو سمحت، بخصوص هذه الوثائق المحلية أكثرها جاء من منطقة سدير. هذه الوثيقة من إبراهيم محمد العتيقي إلى الأخ أحمد عبد الرحمن بن عبيد سلمه الله إلى آخره. طبعاً يعني من الأشياء التي لا بد أن نعرفها من هو إبراهيم العتيقي هذا ومن هو أحمد بن عبيد. طبعا إبراهيم العتيقي من أهل حرمة وعالم من علمائها، وعين في قضاء سدير وإلى آخره، في معلومات كثيرة. لكن مفهوم يعني موضوع الوثيقة هو وصية ركيان في وقف، ولو استعرضتها بسرعة يعني يقول فيها وصل الخط وفهمنا مضمونه ونظرت في وصية ركيان وما تضمنته من الشروط، فالذي أرى أن المستحق لغلة الوقف المذكور ركيان بن عبد العزيز، وإن كان عمر أقرب منه درجة لاحتياجه، وعملا بشرط الموصي هذا ليكون معلوم، وأنا موليك على قبض غلة الوقف وإنفاقه على ركيان وعلى إنفاذ الأضاحي، وأما ولد البنت فلا يدخل في الوقف وقف ركيان. قال ذلك وأملاه إبراهيم بن محمد العتيقي وكتبه عن إملائه وأمره عبد الله بن عثمان بن ناجم، حرر في كذا كذا، اللي هو طبعا بدي بس أن ننتبه شوي على التاريخ اللي هو يعني الأرقام ربما غير واضحة، وهو 1290 و12 جيم يعني جمادى الأولى، مثل ما هو في الورقة التي وزعت عليكم. نأخذ نموذج آخر، هذه الحقيقة وثيقة جميلة من الأشياء العادية جدا، وهو أنه أقر إبراهيم بن جريس نزيل بلد الشعراء،
طبعا في اخطاء لغويه بانه قبض من ابراهيم بن حمد بن عبيد لعبد الرحمن بن ناصر الصانع بن عقيل او بن عقيل 6 ريال، وهن ريال مصلحه سنه 1346 و5 ريال مصلحه 1347. شهد على ذلك ابراهيم ابو جعفر ومحمد بن عبد الرحمن بن ربيعه، وشهد به وكتبه عبد الرحمن بن حماد بن ربيعه في شهر شعبان 1327. هذه وثيقة مباشرة تماما، يعني فلان يقر بكذا وكذا. وطبعا هؤلاء الأشخاص لا بد من التعرف عليهم، لكن هناك الحقيقة شيء في آخر الوثيقة يعني، وهو أنه كتب بعد أن صفط الرسالة كتب تصل ليد فلان فلان في 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 جلاجة. كان في إمكانية قصرنا شوي. أعود بعض الشيء الحقيقة لوثيقة هنا مهمة. نعم. هذه الحقيقة تقرير كتبه أحد الأشخاص، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن نقادان قليط آل مرة. هذه من الأشياء التي ودي أن ننتبه لها عندما نقرأ بعض الوثائق، وماذا تعني هذه الكلمة. طبعا هذه فيها أمور كثيرة، وهي عبارة عن تقرير أعد عن نجد أو حالة الحسا في تلك الفترة، وهي تقريبا 1308. بودي أن بس ننتبه لشيء معين، وهو الظروف المهيمنة التي ذكرتها قبل قليل، أو الظروف التاريخية التي كانت مهيمنة في ذلك الوقت. طبعا هذه 1308 هو ظروف نهاية الدولة السعودية الثانية وما بعد المليدة، ومحاولة الإمام عبد الرحمن يعني جمع بعض من الأنصار في من العجمان ومن آل مرة. وهذا الرجل يكتب تقريرا عن ذلك الموضوع. هذا أشمل بعض الشيء الحقيقة، تقرير آخر عده عدة أشخاص، ومثل هذا الموضوع يمكن أتوقف عنده بعض الشيء. هو مكتوب هنا أخبار نجد، هل هي واضحة أمامكم يا إخوان؟ الحين واضحة. المشكلة وضحت عندكم ما تضح عندي. واضح. أخبار نجد بن رشيد وإلى آخره. والحقيقة هذا عبارة عن تقرير أعده عدة أشخاص عن الأحوال في نجد في تلك الفترة، وموقف المتصرف العثماني في في في, في الأحساء من تلك التطورات، ورأي هؤلاء الأشخاص. مثل هذا التقرير الحقيقة يجب أن نقرأه بحذر، يعني ليس مثل الوثيقة السابقة التي هي لأحوال شخصية. مثل هذا التقرير يجب أن يقرأ في إطاره التاريخي والسياسي، يعني هو يعكس وجهة نظر الأشخاص الذين أعدوا هذا التقرير، فبه معلومات كثيرة. ولو جلسنا يعني نستخرج أسماء الأعلام وأسماء الأماكن لا يعني طال الوقت.